Bonjour mes élèves du 4e année primaire et bienvenue sur votre chaîne Apprendre avec Siham. D'abord, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكذا تبقوا توصلوا بكل فيديو جديد. ايضا انك ما تنساوش انكم تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي كتحمل نفس اسم القناة ابروندر افيك سيهام وتخليوا لي التعليق ديالكم الى ما فهمتوش شي حاجة في الشرح. دونك نبداو على بركة الله. الدرس ديالنا ديال اليوم اللي تيخص لا كونجوغيزون لانفينيتيف اي تخوا جروب دو فيرب. شنو هي لانفينيتيف؟ هي فاش كيكون لو فيرب مازال ما مصرفش، يعني مازال ما قصناه، ما صرفناهش في شي طون وما قلناش شكون اللي دارو، صافي. وغادي نتعرفوا ايضا على لي تخوا جروب دو فيرب. هاد لي فيرب هادو لي فيرب اللي كاينين في الفرنسيه لي جروب ديالهم اللي هما ثلاثه كل واحد وكيفاش كنتعرفوا عليه وكيفاش كنخدموا به. الوغ نبداو على بركه الله. لي بارتيسيپون ا لا مارش فيرت فرانشيس لا فرونتيير. Puis, ils font la prière, heureux, ils embrassent la terre du Sahara marocain. Yani, les mouchariquins ديال المسيرة الخضراء قطعوا الحدود. من بعد, داروا صلاو, ils font la prière, yani صلاو, heureux, yani كانوا فرحانين, ils embrassent la terre, yani كيبوسوا الأرض du Sahara marocain. الأرض ديال الصحراء المغربية. Alors, قالوا لنا, Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? شحال عندي من فراز هنايا؟ الوغ لا فراز قلنا كتبدا ليا بالماجسكول وكتسالى ليا بالبوان. دونك هنا لا فراز الاولى كتسالى حد فرونتيير والثانيه حد بريير والثالثه حتى الماروكان. دونك اون ا 3 فراز. جو في ليكريغ ايسي. كي لي لو غوب فيربال دون شاك فراز. من قبل من هاد لا فيديو هادي كنا شفنا لو غوب نومينال سوجي اي لو غوب فيربال. كنا قلنا على ان لو غوب فيربال كيبدا ليا من لو فيرب وكيتسالى ليا حتى الاخر ديال لا فراز. دونك كل فراز غادي نسطر لكم فيها على لو غوب فيربال. هنايا لو غوب فيربال هو فرانشيس لا فرونتيير وهذا هو لو غوب نومينال سوجي. من هنايا عندي فون لا بريير هذا هو لو غوب فيربال. وهنايا امبراس لا تير دو سحارا ماروكا. فوالا. من بعد غنشوفو جو مانيبول اي جو كومبرون. اكري لو فيرب دو شاك فراز. هاد لي فراز هادو شنو هما لي فيرب ديالهم؟ لو فيرب الاول هو فرانشير. دونك جو في ليكريغ ايسي افيك ان ستيلو. Voilà. Le verbe tani, huwa, font. Le verbe daiman tikon, man mora le sujet. Donc, ils font. Andi hnaya, embrasse. Voilà. دابا قالوا لنا كيلي لانفينيتيف دو شاكان دو سي فيرب. لانفينيتيف يعني الاصل ديال هاد لي فيرب هادو شنو كان هو. دونك فرانشيس سي لو فيرب فرانشير افيك اي ار. فون سي لو فيرب فير و امبراس سي امبراسي. فوالا. كو غومارك شو يعني شنو كتلاحظ؟ كنلاحظ على ان كل فيرب من هادو كينتمي لجروب معين. دونك شنو كنلاحظوا على كل فيرب من هادو كينتمي لجروب معين، يعني كل وحده كل واحد فيهم عنده تيرمينيزون مختلفه على الاخرى. دونك مثلا هذا كيتسالى بي ار، هذا كيتسالى بار او، وهذا كيتسالى ب او ار. دونك شاكان دو سي فيرب ا اون ديفيرونت تيرمينيزون. من بعد قالوا لنا كومبيان يا تيل دو غروب دو فيرب الوغ، يعني شحال عندي من غروب دو فيرب؟ عندي 3 غروب.
Voilà. Une chose d'abord, je retiens. En français, les verbes sont classés en trois groupes. Donc, tu peux me dire bien. Dans le français, les افعال ديال اللغه الفرنسيه كيتقسموا ليا لثلاثه ديال المجموعات. L'ol, le premier groupe, contient les verbes terminés par er à l'infinitif. Et ni fait une chouf chi verbe, mais elle m'a mis en qui célèbre er flacher, n'a foura, dit le premier groupe. Mais elle, palad, embrasser, manger, nager, il a acheté. D'accord? Dessiner, monter, entrer, il a acheté. Walakin, attention, le verbe aller fait exception. C'est un verbe du troisième groupe. Had le verbe aller, ou chaque tu vois fi er, ou lakin, mais qui intermis, le premier groupe. Mais le verbe radin choufou, radin choufou, le conjugaison, ou les temps de la conjugaison, radin fumoum zien alèche. Had tout simplement had aller, mais qui te serrefch, bhal hum, bhal les verbes de le premier groupe, li fium er. D'accord? Le deuxième groupe contient les verbes terminés par IR, à l'infinitif, et qui se terminent par IS, IS, IT, I2S, ONS, il a acheté au présent de l'indicatif. Yani, les verbes, les fihom IR, ou les kin meshi kolom, meshi ay verbe lkit fi IR, radin natabro, dial deuxième groupe. Là, kaini des verbes fihom IR, ou les kin kikono dial troisième groupe, radin t'arfou alihom, inshallah. هير هنايا باش تفرقوا شي شويه بيناتهم يعني لي فيرب دو دوزيام غروب فاش كنصرفوهم او بريزون هادو هما لي تيرمينيزون ديالهم صافي لو ترويزيام غروب كونتيان تو لي زوتر فيرب يعني اي فيرب ما عندوش قاعده او لا من غير او ار ولا اي ار تنحطو في ترويزيام غروب Voilà, d'abord, les exercices d'yaouna, je m'entraîne. Classe ces verbes dans le tableau suivant. Parler, grandir, sortir, finir, écrire, regarder, vouloir, choisir et sauter. Alors, il y a un tableau qui a trois colonnes. الخانة الأولى غادي نحطو فيها لي فيرب ديال بروميي غروب والثانية غنحطو دوزيام غروب والثالثة غادي نحطو تروازيام غروب كنعتذر هنايا عندي كتاب ديجا مكتوب يعني الكلمات اللي ما مفهوميش غادي نحاول نقراهم ونعلمهم ليكم نبداو بارلي في او ار دونك بروميي غروب غراندير في اي ار دوزيام غروب هاو غراندير دونك نحاول نعلمهم ليكم اللي كتبت فيها واحد غادي تكتب هنا اللي كتبت فيها جوج غادي تكتب هنا اللي كتبت فيها ثلاثة غادي تكتب هنا دونك غوندير غنكتب فيها جوج سورتير هذا واخا فيه اي ار ولكن في لو بريزون ما كنقولش جو سورتي تو سورتي ايل سورتي نو سورتيسون نو داكشي علاش غادي نديرو هنا كنقولو جو سور تو سور ايل سور غنشوفو هادشي ان شاء الله من بعد في لا كونجوغيزون فينير دونك deuxième groupe هذا écrire هذا عنده re donc هذا عنده واحد terminaison مختلفه على le premier groupe ou deuxième groupe donc هذا troisième groupe كتابه regarder في er vouloir بحال pouvoir بحال 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 donc هذا فيه voir في الاخر بحال voir boire هذوك اللي فيهم voir في الاخر تيكونوا troisième groupe هذا 3 choisir deuxième groupe sauter premier groupe في ER voilà نشوفو دابا التمرين الثاني indique le groupe du mot souligné dans chaque phrase mets une croix dans la case qui convient يعني غادي ندير croix في la case في الخانه المناسبه A les élèves visitent le musée premier groupe c'est le verbe visiter D'accord? Nous blanchissons les murs. C'est le verbe blanchir. Explique-moi هنايا بين قوسين les terminaisons باش comme ça تعرفوهم وصافي. واخا ما طالبينهمش منا. Mais غير باش تعرفوهم. C'est le verbe blanchir. Nous blanchissons les murs. يعني كنبيضوا الحائط. الحيوطه يعني كنصبغوهم باللون الابيض.
Ils vont à Tiznit. C'est le verbe aller. هابش قلت لكم قبيلة ألي علاش ما حطيناش في البرومي جوب وخاو كيتسلب او ار حيت ما كيتصرفش بحالهم حيت هو ما عندوش قاعدة بحالهم ها نتوما هو سميتو ألي وكنقول ليه إيلفون يعني كيتبدل كومبليتمون دونك سي ان فيرب دو تروازيام جوب إل أبيت آل عيون سي لو فيرب أبيتي فوالا سي ان فيرب دو برومي جوب جو ميفاليو. Relis chaque verbe au groupe qui lui correspond. Bondir, faire, raconter. Bondir, il se termine par IR, donc deuxième groupe. Faire, qui est là, ni RE, troisième groupe. Raconter, ER, premier groupe. Nkummel. Indique l'infinitif et le groupe du verbe souligné dans chaque phrase. عندنا هنايا trois phrases. مسطرين لينا على les verbes. غادي نقولوا الانفينيتيف ديالهم يعني الاصل ديالهم ولو لو غروب اللي كينتميو ليهم ال ديسين اون كارت ديسين يعني كيرسم سي لو فيرب ديسيني دي او دو اس اي ان او ار سي ان فيرب دو برومي غروب ديرها واحد لي زيليف شوازيس ان ليفغ شوازيس سي هذا كي يعني يختار يعني التلاميذ كيختاروا الكتاب سي لو فيرب شوازير سي اش او اي اس اي ار دوزيام غوب في شوازيس كريم فا ا مراكش سي لو فيرب الي قبيله عقلتوا على فون دونك كنقولوا جو في تو فا ايل فا نوز الون فوز الي ايل فون دونك فا سي لو فيرب الي ثوازيام غوب Voilà, الدرس ديالنا كيتسالى حد هنا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي au revoir